دلوقتي تعالوا نتابع اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده، ونتابع ايضا اهم المباريات اللي هتتلعب في اطار الدور ال 16 من بطوله دوري ابطال اوروبا لكره القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيستأنف البابا تواضروس الثاني عظة الأسبوعية في الأسبوع الأول من الصوم الكبير. النهاردة هتنظم دار الأوبرا المصرية ضمن نشاطها الثقافي والفكري صالون ثقافي بعنوان الفن وقضايا المجتمع، وده في 9:30 مساء على المسرح الصغير بدار الأوبرا. وذكرت دار الأوبرا المصرية إن الصالون الثقافي بيأتي ضمن فعاليات وزارة الثقافة الهادفة لتطوير فكر المجتمع. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار جولة الإياب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا. هيلتقي بروسيا دورتموند الألماني مع بي أس في آيندهوفن الهولندي في تمام الساعة 10 ليلاً. في نفس التوقيت هيلتقي أتلتيكو مدريد الأسباني مع إنتر ميلان الإيطالي.